محمد لهنا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. صافا؟ الحمد لله. انت ميدالي دو برونز لي جو بارالمبيك اللي كانوا في ريو، فيليسيتاسيون بعدا. بارك الله فيك. برافو عليك. عاود لينا على الاكسبيريونس ديالك في لي جو بارالمبيك. اولا تاهل الالعاب البارالمبيه في رياضه الالعاب الثلاثيه كان واحد المشوار اللي بدا من 2008، ولكن التاهل الاقصائيه بدات 2014. خصنا نشاركوا بزاف المسابقات على المستوى الدولي باش نجمعوا النقاط الكافيه باش نكونوا ضمن العشر الاوائل باش نتاهلوا الالعاب البارالمبيه. من بعد كتجي الالعاب البارالمبيه اللي دازت في ريو، الحمد لله كانت تجربه اللي اي رياضي كيحلم بها، يمشي الالعاب الاولمبيه، والحمد لله دازت مزيانه. حيت ملي كتوصل لذاك المستوى الدولي كيف سيتي ان غيف لي جو بارالمبيك. غيف دونفونس. الحمد لله. وملي كتوصل لذاك النيفو كنكونوا مقاربين بزاف، يعني ما كتعرفش تقريبا شكون غادي يربح، شكون غادي يجي الاول. ما كاينش لو فافوري. ما كاينش لو فافوري حيت سبور كي كومبليكي. ناتاسيون، فيلو، كورس ا بيي، كيطرو بزاف الحوايج في العومان، في البيكالا يقدر يطرا عطاب في البيكالا ولا شي حاجه. المهم كاين بزاف ديال لي سوربريز كيطرا. دونك الحمد لله كلشي كان مزيان، كان عندي السباق ديال كما نقولوا لا كورس دو مافي. كيفاش وجدتي؟ وكما قلت لك كانت الاقصائيات كانت صعيبه بزاف، لانه في الرياضه ديال الاحتياجات الخاصه كاين فئات ديال الاعاقه. في الفئه ديالتي دونك في كل فئه خصهم يكونوا 10 هما اللي غادي يتاهلوا. دونك مونديالمون سي با بار كونتينون ولا بار بيي، سي با مينيموم. كاين سي بلو كومبليكي. سي بلو كومبليكي. دونك لو كلاسمون مونديال كيتبدل كل عام. يعني انا دابا في 2014 شارك، جبت نتائج مزيانه في جوج سباقات راه مزيانين. في 2015 تبدل عاوتاني الترتيب، وهذا كيتبدل. يعني اربع اشهر قبل من السباق، قبل من الالعاب الاولمبيه، باقي ما عارفين شكون كاين في لا ليست. ودونك كان بزاف ديال لو ستريس، كل سباق كان لو ستريس تبقى توجد ليه. والحمد لله بقينا مع المدرب ديالي، خدمنا بزاف، خدينا اختارينا. المدرب ديالك مغربي؟ لا، امريكاني. امريكاني. اختارينا السباقات بعنايه باش نكون عندنا كما كنقولوا افونتاج على لي زوتر اتليت. اختارينا سباقات اللي شويه صعاب، وكان عندهم حد كانوا قراب لبطولات العالم، ولكن خدينا فيهم لو ريسك، والحمد لله عطات نتيجه. كي كان الشعور ديالك فاش شفتي صافي 3 بلاس، ميداي دو برونز، لو درابو ماروكان حتى هو مع لي زوتر ناسيون، لي زوتر غراند ناسيون، سورتو اللي هما سبيسياليست في التريالون، كيفاش كان الشعور ديالك؟ صراحه فرحه كبيره وفخر كبير، انه تقريبا الدوره الثانيه يعني بقات لي شي 3 كيلومتر باش نسالي في السباق، عرفت راسي انا في مرتبه ثالثه، عطاني حافز انني نبغي نجي. انا فرحت، ولكن وين طوك نشوف الطالياني راه بعيد شي شويه، ولكن تقدر توصل ليه. نقدر نوصل ليه، بقيت كنجيب شويه بشويه بشويه، ولكن بقات واحد ميم با واحد 10 متر ولا 5 متر بيني وبينه. ولكن الحمد لله فرحان بها بزاف. ثوازيام كاع المنظمين ديال السباق ديال الباراتريات راهم عارفين المنافسه، وعارفين انني كنت الوحيد من افريقيا والعالم العربي اللي تاهلت في هذه الرياضه في جميع الفئات، الكره والاناث، انني نجيب ميداليه مع هاد الدول كاملين. حتى هما فرحوا بزاف ان افريقيا كانت هي واجده في البوديوم. مزيان. وكي جاتك البرازيل؟ صراحه مزيانه. ريو انا ولكن حيت كان عندنا سباق في كوبا كابانا، كان بعيد على الفيلاج اولمبيك. دونك حتى باش حيت تقريبا كتاخذ شي ساعتين ديال الطريق ما بين الفيلاج اولمبيك باش نوصل لا كورس. دونك خديت انايا باش نتكونسونط على لا كورس، نركز عليها بزاف. جلست في اوتيل حدا على كوبا كابانا، كنمشي ندير لي زونترينمون ديالي في لو سيركوي اللي غتكون فيه السباق. كنمشي لوتيل، ما درتش بزاف حيت اون جينيرال ما كندير حتى شي حاجه قبل السباق، حيت كتبقى مكونسونتري. خصك تمشي بزاف باش ما تعياش، ما تدورش بزاف. دونك قبل السباق كنت غير لوتيل، لي زونترينمون بريباراتيف، لوتيل بريباراتيف. مزيان. الوغ محمد لهنا، انت دابا عايش في امريكان، صافي كومبيان طون؟ 5 ans دابا. وعلاش مشيتي؟ الظروف صاحبي، ما كناش معولين. عدانا الظروف. شي قرعه هادي. بحال هادشي. بغيت نسولك على لونديكاب ديالك. بزاف ديال الناس بوغ لونديكاب عائق انهم يقدروا يديروا اي حاجه مع ابار لو سبور، في الخدمه ديالهم، يمكن في الزواج، يمكن بزاف ديال المسائل.
tu as une autre vision, tu as قبلت الهانديكاب ديالك puisque كنتي قلتي لي زيد تي بي سي سا. Alors كيفاش تقبلت الهانديكاب ديالك وكيفاش قدرتي تعايش معاه اي توصل لهادشي اللي وصل لي انت دابا؟ في نظر ديالي ان الاعاقه خصك تبدا من المحيط، من الوالدين، العائله، الصحاب وشي. الوالدين خصهم يكونوا الا كان زاد عندهم شي ولد ولا ضاح فتره شي حاجه الولد ديالهم خصهم يتعاملوا معاه بحاله بحال اي شخص عادي، يعني ماشي واحد ناقص عليه رجال ولا مشلول ولا ما كيشوفش ولا شي حاجه نقولوا راه مسكين مسكين صافي حطوه نطلبوا منه حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي طار للاسف الشديد. نسبة الأمية في المغرب كاينة ولكن كاينة بشكل كبير عند ذوي الاحتياجات الخاصة للأسف الشديد، حيث ما كنطلبوش منهم أنهم يكونوا بحال أشخاص عاديين. دونك هنا فين كتبدا أن الوالد ديالي والوالدة كانوا معايا قاسحين من الأول، حتى أنا كنا كنلعب صحاب بحالي بحال خوتي، خص القراية خص الانضباط بحالي ما كاينش الفرق. دونك ما كاينش خص يكون لا نتعاملوا معاه مزيان لا حبكة ما حد الدماغ مزيان صافي ما كاينش الفرق. هذه أول حاجة ملي كنعطيو ديك الثقة للولد أنا كبروه راك بحالك بحال خوتك بحال شي واحد ما كيشوف كيدير نظار ولا شي حاجة. هادشي خص نشرحوا عليه، لبسطنا الأمور بحال هكا الدري كيكبر وكيتعلم أنه راه بحاله بحال خوتو. الرياضة عندها واحد الدور كبير باش الشخص يتقبل الإعاقة ديالته أكثر، لأنني أنا عزيز عليا السباحة، بالسباحة خصني نلبس الشورت ونمشي للمسبح، يعني الإعاقة ديالتي كتبان لي كل شيء. النهار الأول كنكون حشمان نضرب فوطا كتمشي حتى القرار قالت لك فوالا ملي كنت صغير بحالها، ولكن شفت حدا آخرين دراري آخرين عندهم إعاقة كيمشيو مع الوقت صافي كتولي عادي كتمشي كتولف. الرياضة عندها واحد الدور أنك كتعاونك باش تقبل الإعاقة ديالتك بشكل كبير وتبينها للناس بلا ما تحشم. تحشم يعني مثلا في لابروتيز ديالي كما كتشوفوا ما كنديرش الاستيتيك ديما كتبقى الحركه ما كنديرش ممكن شي حاجه كدير باش كتحطيها باش كدرك انا كندير فوالا حيت في سيكو فوالا بحال هكا. دونك باش انت تبقى على راحتك كنبين انا كنبين الناس ان راه عادي. دونك هنا كتبدا من المحيط وهي فاش كتعطي الثقه للشخص. هاد لابروتيز انت اللي عندك محمد كتقدر دير بها كل شيء؟ هذه تقريبا كندير بها هذيك كتسمى بروتيز بور الكوتيديان بور لا مارش كندير بزاف الانواع بزاف الانواع. انا هذيك كندير بها باش كنتمشى باش كندير الفيلو عندي وحده اخرى ديال الجري سي براتيك براتيك سي براتيك عندها الصعوبات ديالها ولكن انت كتحكم فيهم كتعرف كيفاش تجريهم كتاخذ شويه الوقت ولكن كتولف عليها. ابار لو تريثلون ابار هادشي كامل شنو لي زوط باسيون اللي عندك؟ اختي لو تريثلون سا برون بوكو دو طون. لا باسيون اللي عندي الاخرى هي وليداتي كنلعب معاهم. شحال عندك الوليدات؟ جوج الوليدات ادم وسامي الله يخليهم. شحال عندهم في العمر؟ 5 سنين و2 عامين. مزيان. هادو زيت المغرب ولا زيت امريكان؟ زيت ليها مريقل اش غديري؟ دونك لو طون ليفر ديالك كدوزو مع وليداتك كتفرج شويه في الكوره؟ مره ما كانت دابا في فوتبول امريكان. صافي دابا لا شويه لا صراحه التلفازه اون جينيرال ما كيبقاش على الوقت بزاف صراحه حيت باش كنت اونجاجا مع لي زونترينمون وباش نعطي الوقت للعائله ديالتي فريمون ما كيبقاش الوقت للتلفازه وسيرتو دابا الدراري صغار ملي كيتحكموا في التلفازه دابا كتفرج في ليزيميسيون اون زيتاجوني وديك من غير ليزيميسيون كتفرج طلعتي نيفو كتفرج ماشي نيفو من غير كتفرج مع ليزيميسيون ديال الدراري الصغار كتبقى معاهم بعض المرات ملي ولا كيتحكموا دابا في التلفازه. انت بلوتو تي ولا كافي؟ كافي كافي ديما اتي مغربي كتوحشوني مره اتي مغربي دابا ضحكت عندك شي اسطوره عندي هاد الاسطوره مراتي سي اين ازياتيك ماشي عندهم اتي ديالهم ماشي بحال اتي ديال المغرب كيشربوا ما اتي تقريبا بلا سكر وخفيف. انا كبرت باتي ديال المغرب فطور وعشاء ديما فطور وفي الغداء وفي العشاء ديما اتاي وزيت العود والخبز هادشي باش كبرنا وزيتو الزيتون مره الى كان لا تفاهم راه الى كان كيت الحرار. دونك هادشي باش كبرنا وعرفتي اتاي كيكون حلو ديال المغرب وانا كبرنا به كيجيك عادي. مشيت تما كاين المره الاولى مادام تشرب اتاي ديال الشينوا ديالهم لا ما يشربوهاش مبني جو في لا بنه لا والو غير الماء مسوس ما في لا بنه لا والو خفيف اتاي ديالهم خفيف سي تي عندهم اتاي خفيف ماشي بحال مرة ثانية مرة ثالثة بقى شحال بشوية بشوية كتزعم دابا وليت كنولف على اتاي ديالهم كنجي نشرب ديال اتاي ديال المغرب كيجيني حلو بزاف ما نقدرش نشرب صافي دابا صافي تنكرتي
قلبتي الفيستا كنجينا كنقولهم اتاي مسوس يقول لي ولات فيك العياقه بزاف العياقه مسوسه قلبتي الفيستا وحلو بزاف دونك المدام ديالك واش بغيتي خسر الغلاسين ديالك نزل عليا لا شوف عيط لك ليميسيون فين تلاقيتو اختي استوا اخرى كنت مشيت في 2009 مشيت ان ستاج دونترينمون في اتلانتا جورجيا المدام ديالي من كندا وجات لتما كاين القرايه وهي الاستاذ ديالهم عندهم علاقه مع لي بروتيز هادشي هذا قال لهم قال الكلاس كامله راه كاين واحد ستاج دونترينمون كاين دي اتليت عندهم كيسمى دي باسيون دو نيفو سيروا يشوفوهم راه تطوعوا في هاد الستاج هذا باش تعلموا بزاف الحوايج في الكلاس كامله بوحدها اللي تطوعات مشات هي لهاد البرنامج هذا اي صدفه خير من اسمي لا نزيد لك على الثاني هذيك المره ما كنهضر حتى شي كلمه بالانجلي والو كنهضر شويه فرونسي هي حيت هي في كندا انت كتهضري فرونسي نحطك مع محمد حيت كيهضر شويه فرونسي واش ترجمي لي صافي صافي ما بقاش ستاج ولا مغياج شويه عاودي المهم بقات في حركه هادشي واش بدينا محمد لهنا شكرا بزاف سيتي كان بليزير نشرب معاك ان كافي جو تو سويت بوكو دو شونس ميرسي تهلا في راسك وسلم لي على شي نويه مرحبا بك سلامه